يا صباح البهجة والتفاؤل والأمل عليكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج حوار مع يسرى، ومعكم يسرى نصر الله. صباح الصحة والجمال. النهاردة أنا جاية أتكلم عن الجمال، بس مش الجمال الخارجي، الجمال الداخلي، جمال القلب وجمال العقل. دايما لما بنفتح السوشيال ميديا بيحصل كتير قوي ان احنا بنشوف بوستات من نوع فلانة الفلانية حفظت القرآن كله ومحدش اتكلم عنها، في حين ان الفتاة اللي هي بتاعت التيك توك او اللي فازت في برنامج الغنى او مسابقات الرقص الكل بيتكلم عنها وبقت ترند. لا، احنا هنا في برنامجنا هنتكلم عنها، هنتكلم عن الفتاة اللي حفظت القرآن الكريم كامل. انا من خلال صفحتي على الفيسبوك الإعلامية يسرى نصر الله، طبعا كلكم عارفين واللي بيتابعوا برنامجي ان انا بدعم المواهب، بس انا قلبي بيميل اكتر للي حافظين القرآن واللي بيقولوا اناشيد وابتهالات. معانا القارئة والمبتهلة اللي حافظة القرآن الكريم كله، إسراء زهرة. اهلا بك يا إسراء. اهلا بحضرتك. قوليلي بقى يا إسراء، عرفيني كده بنفسك وبدأتي ازاي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. انا إسراء حافظ زهرة، قرية الانبوطين، مركز السانتا غربية. بدأت المشوار من وانا طفلة، كان والدي حريص ان انا احفظ القرآن، وانا دايما كنت بذهب للمدرسة او الازهر. انا كنت طالبة في الازهر وانا طفلة. كان حريص ان احنا نسمع اذاعة القرآن الكريم والشيخ محمد رفعت والقراء السبع. طب إسراء، انت حفظتي القرآن الكريم كامل وانت عندك كام سنة؟ اتميت حفظ القرآن وانا في ستة ابتدائي، يعني كان عندي حوالي 10 سنين او 11 سنة بالظبط. ما شاء الله. انت عندك كام سنة دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي 23. طب ما سمعينا حاجة بقى، سمعينا سورة صغيرة. حاضر. مايك مايك. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. قولي لي يا إسراء، انت اخذتي جوائز وتكريمات في القرآن الكريم، ايه بقى الشهادات اللي معاكي؟ يا ريت كده فريق الاعداد يطلع لنا الشهاده، الشهادات كلها على الشاشه. قولي لي بقى اخدتي تكريمات منين؟ تمام. انا اشتركت في مسابقات على مستوى الجمهوريه، دخلت منها مسابقه الخرافي الكويتيه. ايوه. كنت باخد فيها مراكز متميزه، دخلت مقر الاهرام في القاهره. ايوه. كنت من المتسابقين اللي فازوا على مستوى الجمهوريه ومستوى المحافظه. اشتركت في مسابقات كتير محلية ومسابقات تبع مجلس الشعب والحزب الديمقراطي. ما شاء الله جميل. اشتركت السنة دي في مسابقة وزارة التعليم العالي في المنتخب، وكنت مشاركة في أسبوع فتيات الجامعات، وتم تكريمي من جامعة الفيوم ومن الوزارة ومن المعهد اللي انا فيه. والحمد لله المعهد بتاعي كان بيدعمني دايما، وهو كان السبب في ان انا ابدا من تاني. طيب بمناسبه الدعم، يعني انت كان مين بيدعمك في طريقك او مين شجعك؟ هو من البدايه والدي كان حريص ان انا ابقى حاجه كويسه. عمي شيخ، كان عمي الشيخ ماهر، كان دايما برضه حريص ان انا ابقى حاجه كويسه. أيوة. كان بيشوف انهي الانسب ليا ويشوف مسابقات وحفظ القران. انت كنت بتاخدي المركز الاول في المسابقات دي؟ ايوه كنت باخد مراكز اول. كنت باخد مراكز، يعني انت الاولى اولى على الجمهوريه. تمام. في حفظ القران. تمام. صح كده؟ تمام. كان الشيخ علاء زهره رحمه الله. اتميت حفظ القران وتلاوته وتجويده على ايديه. طب سمعينا التهيل بقى كده. تمام.
جل المنادي جل المنادي ينادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا إلهي بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك يا الله يا تواب يا غفار يا رحيم. ما شاء الله، انت عارفه ان صوتك احلى بكتير من الريكوردات اللي انت بعتها لي على الواتساب. الله يكرم حضرتك. طب انا بقى عايزه اسالك سؤال شخصي بقى على المستوى الشخصي، انت كان رد فعلك ايه لما قلت لك ان انت هتطلعي معايا؟ انت كلمتيني على الصفحه وطلبتيني انت تطلعي، قلت لي انا حافظه القران الكريم كله تمام، وانا كلمتك بعديها بحوالي شهر وقلت لك هتطلعي معايا، تمام، كان رد فعلك ايه؟ هي بصراحه هي كانت مفاجاه بالنسبه لي، بس كانت مفاجاه كويسه. هو انا اتفاجئت لما حضرتك كلمتيني، لما سألتك قلت لك هو أنا هطلع مع حضرتك على القناة بمقابل، حضرتك جاوبتيني قلت لي لأ، فأنا فرحت جدا لما قلت لي هتطلعي من غير أي مقابل، أنا هدعمك وهخلي كل اللي حواليك يدعموك. لا ما هو احنا اصلا يعني ما مش بناخد حاجه من ضيوفنا يعني اسراء، وبعدين ده انا اللي بتشرف بيكي وانا اللي بتشرف بالناس اللي يعني اللي زيك والناس اللي بيخدموا البلد. انا عايزه بقى اسالك سؤال، يعني انت حفظتي القرآن الكريم كامل، ممكن تفيدي بيه الناس ازاي اللي حواليكي وتفيدي بيه بلدك ازاي؟ تمام، هو بالنسبة للي حواليا أنا ممكن أساعد اللي حواليا مثلا في حفظ القرآن، ممكن أحسهم على المبادئ اللي القرآن بيحسنا عليها. تمام، أما بالنسبة للمجتمع أنا لو أنا مثلا في ربنا كرمني كده وفي سفرية الخارج مثلا، المجتمع بتاعنا في مصر بيدعموا القرآن والإنشاد غير قبل كده، يعني قبل كده ما كانش فيه الإنشاد قد كده والقرآن، دلوقتي بقت حاجة كبيرة انتشرت على السوشيال ميديا. فأنا لو أنا سافرت فأنا هقول على عندنا هنا في المجتمع بتاعنا إن هنا بيدعمونا وهنبلغ الدعوة بتاعتنا للخارج. جميل، طيب ما تسمعينا كده حاجة وطنية، حافظة حاجة وطنية؟ حاجة وطنية، تمام تمام وريني. مفيش في الدنيا أغلى من الوطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي،
يشفي الدنيا أغلى من الوطن ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي هنحب مين غيرها مصر اللي عايش من خيرها ولا حد غيرنا في تفكيرها شايلة في همومنا على آخرها بلدي بصحيح كتر خيرها هنحب مين غيرها مصر اللي عايش من خيرها ولا حد غيرنا في تفكيرها شايلة في همومنا على آخرها بلدي بصحيح كتر خيرها يا مصر انت امي وانت ابويا وانت ناسي في كل مكان بروح يقولوا مصر دي رفع راسي عاشق ارضي في سماكي وحب ليكي ده شيء اساسي مفيش في الدنيا اغلى من الوطن ده الكل عندي اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي جميل الله 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 قوليلي بقى يا اسراء انتي يعني تمتلكي كل مقومات الجمال ليه ما فكرتيش ان انتي مثلا تستغلي موهبتك في الغنى او تقدمي في مسابقات غنى ليه اتجهتي للطريق ده من البدايه ابتهالات واناشيد يعني تمام هو ما تفتنتيش يعني تمام هو من طفولتي وانا اساسا بحفظ القران والانشاد واهلي يعني برضو قرآن والكلام ده فأنا حريصة من صغري على القرآن والإنشاد والحاجات الدينية يعني ده اختيارك تمام ووالدي اللي وجهني للطريق ده وعمي والشيخ اللي حفظني وجوزي كمل المسير طب بمناسبة بقى ان انت متجوزة هل انت كان ليكي مواصفات معينة بما انك حافظة القرآن الكريم كامل في الراجل اللي انت هتتجوزيه لما جوزك جه يتقدم لك يعني مثلا هل لازم يبقى حافظ القرآن الكريم كامل زيك او لازم يكون متدين او مواصفات معينة تمام هو احنا كأرياف الجواز عندنا جواز صالونة فطبعا جواز بموافقة والدي اللي هو اساسا وافق على صفات واخلاق جوزي وان هو راجل ذو خلق وان هو هيكمل مسيرة والدي وان هو هيدعمني ويحافظ عليا ويكمل المشوار بتاعي وبالحق هو كمل فعلا ودعمني ولحد الان هو بيعمل لي كل حاجة حتى الفيديوهات وكل اللي بنزله على الصفحة بتاعتي هو اللي بيعملها لي مش حد طب انتي عايزة توصلي لايه في طريقك او بتحلمي بايه تمام هو انا نفسك تبقي ترند مثلا انا نفسي ابقى حاجة كبيرة يعني هو انا نفسي ابقى حاجه كبيره مش لسبب هو عشان هو كانشاد وقران بتحسي ان في روح حلوه كده في المكان وبتحسي ببهجه كده وانت بتقولي واللي حواليك بيحسوا بنفس الاحساس طيب انت شايفه دلوقتي بنات التيك توك هم اللي بقوا ترند بنات المسابقات واللي بيقدموا رقص محتويات غير هادفه انت تقولي ايه للشباب دول وتقولي ايه اللي بيتفرجوا عليهم تمام هو المفروض نتجه لكتاب ربنا تمام ونتدبر معانيه لو اتجهوا لكتاب ربنا وتدبروا معانيه اكيد مش هيتجهوا للاغاني والتيك توك والكلام ده هم اي نعم في تيك توك بيعملوا الاطفال وتيك توك للشباب بس في ناس بتستغله بالطريقه الصح وناس بتستغله بالطريقة الغلط أي نعم أيا كان هو سواء استغلاله صح أو غلط أتمنى أن الكل يكون حريص ويحافظ على قرايته للقرآن والإنشاد والابتهالات يعني طيب هو ده طريق بصي كويس بصي يعني إحنا يعني موضوع التحرش زي الفترة الأخيرة
تمام. بما انك حافظه لكتاب الله كامل، بتقولي ايه للشباب دلوقتي سواء بنات او شباب؟ هو المفروض الشاب شاف البنت مثلا متبرجه، المفروض هو حسابها على الله. مش المفروض ان الشاب يبص لها، هو ربنا امرنا بغض البصر وامر البنت بالستر. جميل. مش مبرر ان البنت مثلا تبقى غلطانه او الولد يبقى غلطان. هم لو اتجهوا اساسا من البدايه للحفظ القران ولكتاب الله وتدبروا معانيه زي ما ربنا بيقول في القران: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ايوه. ورب ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. يعني انت شايفه ان يعني لبس البنت مش مبرر للتحرش. أيوة. انت لازم تغض بصرك، تمام، وترجع لكتاب ربنا. امرنا بالبنت، امر البنت بالستر. هي كمان ترجع لربنا وترجع لكتاب الله. ايوه تمام. لكن طبعا لبس البنت مش مبرر للتحرش. أيوة. تمام. قولي لي بقى، انت شايفه ان اثر حفظ القران الكريم ليه تاثير على بناء الشخصيه، تغيير الانسان؟ ايوه طبعا. ليه؟ اولا القران دستور الحياه. وهو معجزه من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا القران بيهدف للطريق السليم وللسلوك السليم والاخلاق الكريمه. مما كان له الاثر العظيم في نفوس المجتمع او المسلمين، مما له الاثر برضه في حياه عظيم في حياه الكفار. تمام. حتى لو تأخر إسلامه. تمام. طب سمعينا بتهل. تمام. عندك أنشودة عينيك السود يا طه يا زين. جميل. ماشي. عينيك السود يا طه يا زين، شبكوني شبكوني وخلوني بطول الليل حرام يا نوم على عيوني. عينيك السود يا طه يا زين، شبكوني شبكوني وخلوني بطول الليل حرام يا نوم على عيوني. جمال وكمال يا طه يا زين، جمال وكمال يا طه يا زين، شبكوني شبكوني وخلوني بطول الليل حرام يا نوم على عيوني. أنا عاشق عينيك السود يا طه يا نعمة من المعبود. أنا عاشق عينيك السود يا طه يا نعمة من المعبود، يا رحمة ونور ماله حدود، يا رحمة ونور ماله حدود. أنا عاشق عينيك السود يا طه يا زين، يا طه يا زين. عينيك السود يا طه يا زين، شبكوني شبكوني وخلوني بطول الليل حرام يا نوم على عيوني. قولي لي اسراء، هو انت شايفه ان القران الكريم يعني نوع من انواع البر بالوالدين؟ حفظه هو حفظه وتدبر معانيه الاثنين معا هو بر بالوالدين وبر بكل اللي حواليا وبالمجتمع كله. يعني اللي هو احترام الصغير والعطف على الكبير، احترام من كل الاتجاهات. هو مش بس بر الوالدين، هو بر كل الناس اللي بنقابلهم وكل المجتمع، مش شرط، مش حاجة معينة. انا بشكرك جدا يا اسراء، انت شرفتيني نورتيني النهارده، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء ما بيننا ان شاء الله. وبكده تكون خلصت حلقتنا مشاهدينا. بس انا قبل ما اختم عايزه اقول ان انا مبسوطه جدا بالاجراءات اللي اتخذت الفتره الاخيره ضد فتيات التيك توك والسلوكيات الغلط اللي بنشوفها. الشعب المصري لما سكت على الكلام ده البنات دول ساقوا فيها، لكن كل حاجه بدات تاخد وضعها الصحيح.
السلوكيات دي ضد فطرتنا وعاداتنا وتقاليدنا احنا كمصريين. لكن لما بدأنا نتحرك وناخد اجراء رجعنا لفطرتنا الطبيعية. علشان كده عاوزة اقول لكم ما تبعدوش عن القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. كمان عايزة اقول ان الامهات لما بتقرأ قرآن كريم وتحفظ قرآن كريم، وخصوصا لو واحدة متزوجة زي إسراء كده، هتطلع جيل سوي نفسيا وأخلاقيا، وهتطلع دين يعني جيل عنده علم. أنا بشكركم وأشوفكم في الحلقة الجاية في برنامج حوار مع يسرى، مع يسرى نصر.